دراسة حديثة تنبه كل مستخدمي الذكاء الاصطناعي حتى يديرون بالهم كلش زين. هذه الدراسة رصدت تأثيرات سيئة على أداء الموظفين. توصل بحث جديد لمجموعة بوستن الاستشارية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن أن يضر بأدائك الوظيفي إذا تم استخدامه خارج قدراته. طبعاً البحث اشتغل عليه مجموعة من الباحثين من مجموعة بوستن الاستشارية وجامعة هارفارد وكلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حتى يعرفون مدى تأثير الوصول إلى الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال وجودة العمل. وحتى يسوون هذا الاختبار خلى الباحثون 758 مستشار من مستشاري مجموعة بوستن الاستشارية بصورة عشوائية بوحدة من ثلاث مجموعات، الأولى ما تستخدم الذكاء الاصطناعي والثانية تستخدم روبوتات المحادثة شات جي بي تي المعتمد على نموذج جي بي تي 4، بينما تستخدم المجموعة الثالثة شات جي بي تي مع فيديوهات ووثائق إرشادية حول استراتيجيات تصميم الأوامر. بعد وضع أسس الأداء اللي تم توكيلها إلى المستشارين والمهام كانت مثل مبادئ العصف الذهني للمشروبات المبتكرة أو الإيتان بخطة عمل دقيقة من أجل مفهوم جديد للأحذية وغيرها، قالت الدراسة أنه في حين أن المستشارين يجيدون أداء هذه المهام فإن الذكاء الاصطناعي يواجه صعوبات بدون وجود إرشاد مكثف. من وقت ما انطلق شات جي بي تي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي يستخدم العمال في مختلف الصناعات روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ومرات بدون حتى ما يقولون الرؤسائهم بتطوير الكودات وإنشاء مواد تسويقية أو إنتاج خطط الدروس، لكن نتائج شات جي بي تي مو مثالية وتحتوي على هلوسات. بعد هذا الكلام كله كل موظف اليوم لازم يدير باله من استخدام الذكاء الاصطناعي بشغله لأن ممكن يسوي له مشكلة. وبما أنه حكينا على الشغل والوظائف خلونا العد بهذا المجال لأنه الذكاء الاصطناعي دخل أيضا حتى بتحديد رواتبنا. تتخيلون أنه من تريد تجي تتفاوض على راتب أو تتفاوض على زيادة على راتبك راح تتفاوض ويا روبوتات؟ معقولة؟ تعتبر المفاوضات بخصوص الرواتب أساسية بالنسبة لهواية من الموظفين لأنه راح تكون مشحونة عاطفياً ومعقدة نفسياً. أو تستخدم باكتوم أول شركة التفاوض الآلي على المشتريات الكبرى عالمياً من عام 2021 روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي حتى يتفاوض على روبوتات موظفيها. أو تستعد آيرون كلايد وهي شركة ناشئة مدعومة من شركتي أسل وسيكوي لإطلاق وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بتحليل عقود العمل. وطبعاً يستخدم الأفراد روبوتات الدردشة المتاحة للعامة للتدريب على المفاوضات وتبادل الأفكار حول التعويضات، حيث غالباً ما تكون مفاوضات الرواتب غير مرضية ومدمرة لأعصاب الموظفين وراح تأخذ وقت طويل بالنسبة لأصحاب العمل. وفقرتنا التكنولوجيا لليوم أيضاً راح نحكي عن فد اختراع عجيب غريب هو خوذة تقرأ أفكارنا. طور علماء أول برنامج ذكاء اصطناعي بالعالم لقراءة الأفكار ويتم ترجمة الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة بواسطة خوذة يغطيها مستشعر يراقب نشاط كهربائي محدد بالدماغ أثناء تفكير الشخص اللي يلبسها وتحولها إلى كلمات. وابتكر فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني هذه التقنية الثورية وقالوا إنها يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المرضى اللي صاروا صامتين بسبب السكتة الدماغية أو الشلل. بس إيش قد نسبة الدقة اللي يترجم بها هاي الخوذة؟ وهل تجيب الأفكار اللي براسنا 100% مثل ما نعرف؟ خلونا نسمع من المهندس عبد الرحمن الشلال هو راح يفيدنا بهذا الموضوع.